أجرى محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة زيارة لجرحى فلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج على متن السفينة الفرنسية ديكسيمود والتي ترسو في ميناء العريش البحري. وأكد شوشة أن السفينة الفرنسية قد استقبلت منذ وصولها إلى ميناء العريش البحري في 27 من نوفمبر الماضي عددا كبيرا من الجرحى الفلسطينيين خاصة الأطفال.